نستضيف الأخ علاء مقيت بمناسبة إقامة مهرجان الوطني للمسرح والفنون الشعبية اللي غادي يدير لنا بالتصريح حول المشاركة يعني والتحضير ديال الورشة أو المتعلقة بالبهلوان. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في فعالية مهرجان العلاء الوطني للمسرح والفنون الشعبية الدورة الخامسة. هذه الصبيحة هذه هي صبيحة أطفال مدينة العرائش وأطفال موسيقى الضيوف خاصة اللي جاو لمدينة العرائش في هذه الفترة هذه، واللي هذه الصبيحة البهلوانية هي الصبيحة كتضم الفعالية المهرجان العرائش الوطني للمسرح والفنون الشعبية في الدورة الخامسة ضمن الأنشطة الموازية اللي غنستضفوا فيها الأطفال ديالنا أطفال مدينة العرائش وغنقوموا معهم بواحد مجموعة من الرقصات وكذلك الأناشيد وألعاب بهلوانية من اجل الاضافه. ما بقاوش نختصروا على الجانب السهرات فقط، فهمتي، ندخلوا حتى مع الاطفال. يمكن تقدم لنا بعض الفقرات ديال هاد الالعاب هادي وال يعني ديال البهلوان؟ الالعاب البهلوانيه اختارينا جوج العاب، اللعبه الاولى اللي هي لعبه الكراسي، واللعبه الثانيه اللي لعبه الخضر. ممكن لكم تتابعوا هذيك الساعات من بعد ما نكونوا كنديروها. والاناشيد عن فهمتي مثل فرس وعالي وبعض الاناشيد الوطنيه، فهمتي، المهم هي مجموعه من الاناشيد.